متشبه قناة صوت العدالة. أهلا وسهلا بكم. احنا كنتواجدوا الآن بقلب سوق مولاي إبراهيم، سويقة مولاي إبراهيم اللي كانت معروفة بالرواج. الآن كما كتشوفوا في هذا البث المباشر، لا طير يطير ولا يحس وحش يسير، عفوا يعني كما كتشوفوا معنا في هذا البث المباشر، يعني الساكنة أخوات المحلات اللي كانت كتبيع وتشري فيها، أخوات المنازل. مشهد مرعب، يعني خطأ واحد قدر يكلفك حياتك، يعني باش تدوز وسط هذا الشيء اللي غير مكالين وغير بالعمدان. خطأ واحد يكلفك حياتك، خطأ واحد تقدر تفقد فيه حياتك. إن لله وإنا إليه راجعون. بالنسبة للناس اللي توفاو الله يرحمهم، لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني خطأ واحد تقدر يكلفك حياتك. كما كتبوا معنا في هذا البث المباشر، يعني مخلفات ديال الزلزال اللي كان يوم 8/9/2023، لهذا التاريخ غيضل راسخ في دهون المغاربة. الله يرحم جميع أموات المسلمين اللي توفوا، يعني عشرات الضحايا تجبدوا من هنا أو مئات الضحايا تجبدوا من هذه الأماكن. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني كما كتشوفوا معنا في هذا البث المباشر، يعني جميع الأماكن هنا، جميع المحلات التجارية، جميع المنازل ديال الساكنة في خبر كان، الكل مهدم، يعني جزء من الدار راب، يعني في أي لحظة في أي لحظة. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني كما تشوفوا معنا في هذا البث المباشر، يعني ضريح مولاي عبد الله، او عفوا مولاي ابراهيم، الباب ديالو الخلفي، يعني اللي كيتواجد في القرب ديالو السوق ديال مولاي ابراهيم. لا حول ولا قوة الا بالله. مشتبه قناة صوت العدالة، شكرا على تتبعكم وشكرا على وفقكم. نلتقي في بث مباشر قادم ان شاء الله.